السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. معك إبراهيم بن عزت السيد. تفضل يا إبراهيم بن عزت. أريد أن أفهم صحة حديث يا شيخ. سل. حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. سنده حسن. هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أراضيهم سنده حسن. طيب شيخنا، كيف رآهم رسول الله في رحلة المعراج؟ الله قادر على أن يري النبي ما يشاء أن يريه. الله ليس بقادر. قادر طبعا. ألم يجعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ نعم. ألم تخرج ناقة من بطن الصخرة؟ نعم. ألم تسخر الريح لسليمان؟ نعم، لكن شيخنا معلش، هو جهنم في الأرض السابعة كمان. السلام عليكم حبيبي.